السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مما يدفع القلم بيد صاحبه أن يعبر عن ما يجول في خاطره ويفصح عن ما بقي في صدره حبيسا في انتظار أن يخرج إلى النور فالصدر ليس فقط ضلوع تحوي القلب ولكنها تحوي ما هو أكثر من ذلك تحتوي هموم الإنسان وحياته وأحلامه وأعماله وآماله حتى خدلانه لا يخرج عن كونه موجود في الصدر ويشغل النيران الموصده فيه وبالتالي فان لكل جمله قصه وحكايه ولكل كلمه معنى مقصود فعساها ان تفصح عنها الحروف يجب علينا ان نقرا التاريخ وان نقبل الماضي حتى نرى المستقبل ونمضي اليه الرجل العظيم كلما حلق في افاق الكمال كلما اتسع صدره وأصبح أكثر حلما يجب أن ننتبه إلى ذكرياتنا فحين تصير الذكريات أكثر من الأحلام التي نطمح إلى تحقيقها سوف يتم محو أسمائنا من دفتر قيد الشباب فمن كثرت ذكرياته لم يعد شابا من الأخطاء الشائعة هي أنك تعتقد أن رأس مالك هو ما لديك من ذهب وفضة بل رأس المال الحقيقي هو ما وهبك الله إياه من ذكاء وقدر على كسب المعرفة